الاكتواليتي اللي نتابعوها وجديد اللي نلقاوه في بتقديد بالسجن بحق مدير عام موزايكا فام نور الدين بوتار استغلال خط التحرير الإساءة الى رأس السلطة رئيس الجمهورية او رموز الدولة. ناخذ تعليق في هذه ماذا بعد على على الـ على الـ على الـ على البطاقة في حد ذاتها هنا المال مؤشر المتحرك ما عادش فما يعني ثوابت واضحة تقول هذا شنو لونه أبيض المفروض نشكو خلص عليه القهوة اليوم خير بيه أبيض لا ما عادش عليه اللي هذيك أبيض أنا نسمع أنا البارح كنت في ديوان في الديوان تحية لازم تلحقين في عدم التعليق على آراء غيري ولكن معناها ولكش تصدمت ولكن مفاجأة حادة أنه يقول لك لا لا هذا كلام محامين محامين هو يدافع على المنوبين متاحهم كل بكات في عرق الناس ديما وفما جزء من الرأي العام على الفيسبوك هذا هو الرأي الطاغي لا لا عامل والعظمة ما تقول تقل لما يكون فيها شق إيه ونردون بطار على راس وريشة ولذا عماي متاع بالحسن وكيفاش خذاها والمحاسبة فما الخطاب هذا فما في كل الحالات هذا مدير عام الإذاعة الأولى استماعا في البلاد أحب من أحب وكره من كان أتمنى أن الكبير فهمت ولي هذا هو لكن الأمر الواقع تو موزايك هي الإذاعة الأولى في البلاد حيث نسب الاستماع انت توقف مدير عام لإذاعة هذية وتصدر فيه بطاقة إذاعة هذا امر جلل امر خطير يلزم انت كجهة قضائية تقول عليش هذا مش تدخل يعني في سير القضاء يعني علاش نقعد واحنا نقول ويروا هذه رواية المحامين أنه على خاطر الخط التحريري والتحريض على تأجيج الأوضاع شو معناه؟ يعني زياد كريشان ولا هيثم المكي وين هي موزايك وين يحكيه؟ هو في الفضاء هذاك ميديكاتورز يعني كيقولوا رأي ناقد لقيس سعيد أو لبودن معناه هما يقولوا للتوانسة آية أخرجوا يعني تظاهروا أسيدوا على فرض أن نقول توا للتوانسة أخرجوا تظاهروا إيه معناه توا كل واحد في الحمامات مش يلبس شلاكت ويلبس صباط ويخرجين يظهر هو التعبير عن الرأي تعبير عن الرأي كيفاش ولينا معناها يا اخي هو مشى شدد يعني بوق ويدور يعني في الشوارع يحرض الناس ايش كيفاش نحاسبوه على رأي قالوا معناها وحنا نحكيو على الاستقلالية متاع الاستقلالية في السويد يا امين شوف انا قلت لك اصلا هل نحن دولة او سؤال يزينا من ال مؤشر خطير مؤشر خطير معناها اليوم احنا غدوة الحي محمد بوغلاب يقول في رأي ورأيه معروف وقاعد يقول فيه على على هوني وغير هون غدوة الحي معناها اللي عند معناتها المدير العام بتاع الإذاعة يعملوا يصدروا فيها بطاقة إذاعة بعد بعد غدوة الحي نشوفوا زملائنا في في إذاعات أخرى ايش معناها لها نسكتوا الأحوال توروا أن البارح صدر ضدي حكم السجن لمدة شهرين مع إسعافي بتأجيل التنفيذ مصدر متاع يعني عندي معناها محامية أستاذ زعفراني بعث لي أصل الحكم الابتدائي واللي اليوم مش يستأنفوا مرصد رقابة متاع عماد الدايمي اللي هو كان نايب وكان رئيس ديوان منصف المرزوقي يعمل في السياسة ومن أتباع معناها هذم معناها ليزاكسسوار متاع النهضة يخرج ايش يقول شنو هي التهمه من اجل التحيل على الدوله يعني الدوله سيدي تاتا وانا جيت تحيلت عليها وطبعا انا والله في الليل وانا عملت طلق بلا نرقد عملت هيك نظره قلت خلينا نشوف يعني ما شاء الله نلقى الفيسبوك كلها تفتي معناها التحيل على الدوله وتحقيق منافع خاصه هي شكابيه هذا المرصد اللي هو جمعيه وسي عماد دايمي في الخارج أونلين عن بعد شكابية قال هذا محمد بوغلاب خذا رخصة لبعث مؤسسة وزاول نشاط بمقابل دون ترخيص هذه هي الشكاية
ايش تحيل على الدولة؟ هي الكلمة هذه التحيل. أميش المحكمة في الطور الابتدائي ارتأت أنها تحكم عليه بشهرين يعني سلسل بارك الله فيها، ولكن في اقتباس أصلا أنه أني مانيش مذنب ومش نستأنف، وإذا ما تمش إنصاف بالاستئناف باش نعقب. راه في الجموع الكلها ما نحكيلكش على شيخي أني تحيلت على الدولة. أنا صحافي راه صحافي رغما على بريمة فيهم، أني منخرط في جمعية الصحفيين من عام 97، وفي أول دفعة قرأت ماجستير علوم الإعلام والاتصال في معهد الصحافة. صحافي بعد تلقى روحك فاش يحكيوا التحيل على الدولة؟ تبغي أني ما دخلتش في رخص الشراب، راني ما دخلتش في رخص الشراب، وكان اتدخل نتدخل لحد قليل زوالي. هذا هو تقولي تستغرب انت ايه انه جوردين بوطار بتاع ايداع. احنا الكلنا اليوم في حالة سراح مؤقت، الا اذا كنت بتاك الرباعي، قولي من ملة الرباعي هذاك امورك ستزيد، سينا في حالة سراح مؤقت يمكن يحكم علينا بالايواء الجوجوبي في الراس وهو اسلم. واذا تضرب اذا علول في تونس اللي عندها تأثير ممكن وعندها صدى اكبر في هالبلاد، ايش عملنا في الاخرين؟ خدوك يا نحن نتكلمش عن واللي هي نجوة توازناتها وموازناتها المالية واضح، وصحفيينها محترمين ويخلصوا في وقتهم وتقنيينهم والنقابة موجودة وغير. يا مين كتمس مراسل من موزايك؟ مراسل مع كل تقديري، انا بديت مراسل لجريدة البطل عام 87، تمس مراسل في القروان، النقابة وقفت على ساق ونص من اجله. اني طيل التوى 8 سنين كل ما تعرضت له أكثر شمالي تصاوري تهزت وتحرقت. النقابة لم تصدر ولا سطر واحد طيلة 8 سنين. موزايك كتمس مراسل كتمس المدير العام، الدنيا تقلبت، وقفت رجل واحد. غدوة يجيو يسكروا كابر فان، يجيو يهزوني من هوني من استوديو. لطف عليك، نحكي لك في الواقع لطف والله عليك. لا يتكلم حد، لا لطف عليك، ويتجلطم على السيد الرئيس وما عاجبه شيء. لا فما برشا اتصالات، انا شخصيا البارح تليفوني مسكتش، تليفوني مسكتش من النقابه في حد ذاته، من برشا زملاء اتصلوا بيا ويسالوا من النقلي في حد ذاته. الكل اتصلوا بيا عندك راي يقولوا واضح. بالنسبه الى مبدئيا فما امور مبدئيه، مهما كان زيك غير مزيك، هذيا الاستقلالية متاع الخط التحريري وما نصدروش للناس أصواتهم ورايهم، هذه فما أمور مبدئية احنا معاها مهما كان في تونس ولا غير تونس في أي بلاصة في الدنيا. هذه مع حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية النشر، مش معقول اليوم نعيشوا في بلاد حطوا شكون في الحبس لأنه هو عنده شكون يتكلم وقال راي. هذه شنو مش يجير بعد أو جاسي حاله فحج عليهم الكل، ظهر يعني في مخافية أعظم اللي الأجهزة الأمنية هي اللي عملية الإرهابية. يتكلمش حد، معتش واحد من السلطة قال أو هذاك سمحني هذاك مش بث للفتنة داخل المجتمع التونسي. أني كنت قدم لي أنه الأجهزة الأمنية هي تفبرك في العملية الإرهابية وانت كدولة ساكت، مش معنى عاجبك مقابل الكلام هذاك مستحلية. لو عملها صحابي تونسي، لو انت امين الضبيبي عملت التحقيق هذاك، وانا متأكد اللي مستواك يعمل 10 مرات افضل من اللي عملوهم يعديوهالك. رك تبحث. لا مش نبحث فقط، اذا ذي ينجم يجي التشويش على طريق. احنا سؤال، احنا سؤال ما حبش نرجع له السؤال، اتصالات غريبة اعتبرتها وقتنا فيها سؤال علاش قبل لك السيد وما قبلش ما قبلش اي انا جاوبك البارح عاود قبله زيد ما غير الاخر واللبيب من الاشاره يف. خلينا نمشيو الموعد اليومي، ما فلت شيء محمد بوغلاب في نوفي ولا بعد لحظه.